السلام عليك. احلى محمد حسن والله العظيم، واحلى محمد سعيد عمل استاذ عليه. والله العظيم يا ابو ساجده، بص انا دعيت لك دعاء صلاه النبي، ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. الله يبارك لك يا رب في رزقك، الله يبارك لك في رزقك يا رب، الله يبارك لك في رزقك يا كريم يا رب. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله لا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك في رزقك ما شاء الله. طب الحمد لله، الحمد لله، صلاه النبي يا كريم يا رب. والله احلى محمد حسن، يومك جميل باذن الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب يكونوا جميعا بخير يا رب، وحشتونا كتير والله. في البدايه الف شكر ليكم على التفاعل معانا في الفيديوهات اللي فاتت ومشاركتنا الراي، وعايزين برضو بعد اذنكم نستمر على كده. اللي عنده فكره يقولها لنا، واللي عنده مكان ينفع للصيد نصور فيه ونعمل فيه رحله جميله يدعينا عليه، واحنا هنوصل لحد عنده ان شاء الله، وباذن الله نعمله فيديو حلو نتمتعوا بيه كلنا كل الرحاله. النهارده بمشيئه الله معايا رحال جديد، ابو رتاء، معايا علي بلاق، ابو بلاق ده ابن خالي، معايا طبعا الحاج محمد سعيد. الحاج محمد سعيد هو اللي دعاني النهارده، اتصل بيا امبارح وقال لي ان ايه ان شاء الله البوري شغال يعني. فاحنا جينا هنا ان شاء الله في المنطقه دي باذن الله ومشيئه هنشتغل على البوري. الرحله بتاعتنا هنقسمها ساعات، هنقعد هنا ان شاء الله ساعتين اتنين بس، لو ربنا اراد وحد فينا استرزق هنكمل بقيه اليوم، لو ما حصلش نصيب هنغير مكان تاني. احنا النهارده هننزل هنا في المكان ده باذن الله ومشيته للبوري بالعجينه، ومعانا طعم سردين وعق هنشتغل عليها. هنجهز العده باذن الله وهنشوف يومنا عامل ايه، بس لو ربنا ما ارادش وخدنا رزق هنغير مكان تاني، عشان تبقوا عارفين الرحله بتاعتنا عامله ايه من اولها. خليكم معانا، احلى رحاله في الدنيا، وربنا يسعد صباح كل واحد عنده صباح، ويسعد مسا كل واحد عنده مسا. خليكم معانا. لا نجيب لك ملاء. صلى على النبي يا ابو يحيى، صلى على النبي. معاك اهو، صلى على النبي. الله ينور، الله ينور يا ابو ساجد. على مالك يا موحى، اطلع الله ينور يا ابو موحى.
على مهله. هو ده الكلام برضه. سمك البحر اللي معاك يا جدعان. سمك البحر عافيه عالية يا بلال. ابو بلال اللي منورنا. هتجيبوا لنا الجرام. يا ساجدة بابا لايف اهو يا ساجدة. عشان ما تقوليش اللي هو بيشتري سمك يا ساجدة. بابا على البحر اهو ومباشر. بسم الله ما شاء الله. ربنا يوسع عليك. عليك يا محمد حسن. محمد حسن للاسف ضيع سمك ياما، بس ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. يا كريم يا رب استرها يا رب. الراجل ده سمك ياما والله. ربنا يجعل لك فيها خير يا رب محمد. ربنا يجعل لك فيها خير يا رب. الله يجعل لك فيها خير يا رب. الله يجعل لك فيها خير. هو بيطلع السمكة بيظبط. ده احتراف بقى في صيد البوري. احتراف صيد البوري. لا اله الا الله. غطس يا محمد، غطس بالله عليك. ما تكشفش يا محمد بسرعة بالله عليك، غطس. على مالك يا محمد بالله؟ الله يستر عليك يا رب. الله يجعل لك فيها خير ونصيب يا رب. الله يبارك لك في رزقك. ندعي للراجل عشان الراجل ضاع سمك ياما بصراحة. ربنا يستر عليه. ايه؟ اه شغاله ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب. شغاله يا مستر ما تقلقش. وعمال بيزفر اهوت وبيطلع السمكه ما عندها خالص. يا رب يا كريم. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. عارف يا رب يا كريم. صلاه النبي. صلاه النبي.
يا رب استرها يا رب استرها استرها يا رب استرها يا كريم يا رب يا كريم. لا اله الا الله لا اله الا الله. الصلاة على النبي. الله اكبر. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. والله العظيم يا ابو سجدة بص انا دعيت لك دعاء صلاة النبي. ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. الله يبارك لك يا رب في رزقك. الله يبارك لك في رزقك يا رب. الله يبارك لك في رزقك يا كريم يا رب. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله العلي العظيم. الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك في رزقك. ملطوشة ولا ايه؟ طب الحمد لله الحمد لله. صلاة النبي يا كريم يا رب. والله احلى محمد حسن. يومك جميل باذن الله. طلع النبي يا ابو على مالك بس على مالك على مالك. اي ما تجيبي علي الملقفة علي. الملقاف على مالك. واحدة واحدة سبع عشان كبيرة هنا اهو. على مالك يا موحى. السمكة بدأت تكشف اه. على مهلك على مهلك على مهلك. سمكة ما شاء الله. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. اي جت اه. صلى على النبي. يا صلاة النبي. أحلى محمد حسن والله العظيم وأحلى محمد سعيد. عامل الصلاة عليه. الله يجعل النهارده بركة إن شاء الله. أحلى مواطن خالص. لماجد حسن والحضراوي وكل اخواتنا الصيادين الجمال الخفاف. ان شاء الله يومكم زي الورد واحلى منوعات الحضر. الله ينور. احلى يوم يا رجاله. بس الدنيا بدات تظبط ان شاء الله. تعودنا احنا نشوف الكباريات. صلاة على النبي. صلاة على النبي. حلو حلو. طبعا يا جماعه ان شاء الله دي نهايه الفيديو باذن الله. ماشي الحمد لله رب العالمين. والله دي كلنا زي الفل. ربنا يوم في المتاجر. طبعا الحلقه بتاعتنا النهارده اللي احنا قلنا ايه لو الميه هنقعد عليها. الحمد لله غيرت الترا ولكن احنا كان معانا بوصه واحده. ان شاء الله هنرجع تاني لحد اكتر ان شاء الله في فيديوهات تكمليه كده معاكم. طبعا بطل النهارده استاذ محمد حسن وابو يوسف. ابو يوسف حاج صح؟ ابو يوسف ابو يوسف محمد سعيد طبعا جالك النهارده. طبعا علي الكلام مستر امير الخوالقه احلى مستر في الدنيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.